وقد أكد سعادة السيد أحمد رشيد الخطابي سفير المملكة المغربية لدى البحرين، أكد بأن العلاقات بين المملكتين تشهد تطورا متناميا في كافة المجالات، منوها بما تحظى به الجالية المغربية من اهتمام ورعاية في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته السفارة المغربية في مملكة البحرين بمناسبة عيد العرش المجيد، وتخليدا للذكرى 17 لتربع الملك محمد السادس على العرش. وخلال الاحتفال أشاد الخطابي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين في المجالات المختلفة التي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأخي عاهل المملكة المغربية الشقيقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجسدتها الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي عززت العلاقات الأخوية، مؤكدا حرص المملكة المغربية الدائم على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. طبعا العلاقات البحرينية المغربية دائما في تقدم وتطور وازدهار، خاصة في ظل القيادتين اللي موجودين وحرصهم على تطويرها في كثير من المجالات، إن كانت سياسيا، كانت تجاريا، كانت ثقافية واجتماعية. والزيارات المتبادلة مو على مستوى السلطة التنفيذية بل حتى على مستوى السلطة التشريعية، وتبادل الزيارات بين القيادات، يعني خاصة زيارات جهات الملك إلى المغرب وزيارة ملك المغرب واللي كانت آخرها في أبريل إلى مملكة البحرين، وضعت البنية أساسية لتطوير كثير من العلاقات والمجالات التعاون اللي موجودة. فعلا هذه العلاقات في عهد جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عرفت تطورا نوعيا ملموسا على كافة الأصعدة، بحيث أنه يكفي نعطيك رقم معين. في الأربع سنين الأخيرة وقعت الآن تقريبا 15 اتفاقية جديدة، وهي اتفاقيات نوعية في مجالات الدفاع والتعاون الأمني والتبادل الخبرات والحكامة وحقوق الإنسان، فهي قطاعات مميزة نشتغل عليها الآن، بحيث أنه هناك آفاق واسعة وواعدة لهذه العلاقات. عيد العرش في المغرب هو حدث وطني ومناسبة لتجديد العهد بين الملك والشعب على الاستمرار في بناء المغرب الذي يحلم به أبناؤه، ويعتبر هذا التخليد 17 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه. ولهذه المناسبة عدة مظاهر، منها احتفالات وطنية وشعبية تشمل حفل الاستقبال وحفل أداء القسم وحفل الولاء، وتعتبر جميعها تقاليد عريقة تخليدا لهذه المناسبة المجيدة. وتميز عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمجموعة من الإصلاحات والإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي. كما شهد المغرب في عهد محمد السادس نهضة عمرانية على جميع الأصعدة، جعلت من المغرب بلدا سياحيا مواكبا للتطور بكافة أشكاله، فضلا عن تزايد وتيرة الاستثمارات بشكل ملحوظ. هذا وقد حصل جلالة ملك المغرب على عدة أوسمة من بلدان صديقة وشقيقة، كوسام مجلس الشيوخ الإسباني وقلادة أبي بكر الصديق من طرف جمعيات الهلال الأحمر العربية، والتي تعتبر أعلى وسام للمنظمة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز.